يا مساء الخير، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم، يا مساء النور على كل المشاهدين قناة الصحة والجمال ومشاهدين برنامج بنتين على الهوا. النهاردة احنا حلقة مميزة مش مختلفة، هي حلقة عادي موجودة في أي برنامج بتطلعوا بيها، بس أنا مش هقول احنا هنتكلم عليه. أنا أول حاجة أنا حابة أن أدردش مع دينا وأسلم عليها. ازيك يا دينا؟ ازيك يا نرمين، عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بقولك يا دينا، ما تقولي لي كده، انت ايه اكتر موهبه بتشد انتباهك وبتبقي مبسوطه لما بتسمعيها وكده بتجذبك؟ بصراحه انا بحب كل المواهب، بس انا الموهبه اللي بحبها قوي يعني الغنى وكده، بحب اسمع الاصوات الحلوه. الغنى؟ ويا ترى عندك ايه بقى موهبتك بقى قولي لي. ما بلاش. انا عارفه هي بتقصد ايه. لا انا عندي، انا بحب الغنى يا نرمين، بس يعني ما حدش لسه مكتشفني. طب الحمد لله، نبقى نشوف حوار دينا بعد ال. لا استني، وانت ايه الموهبه بتاعتك؟ ما انت ما قلتلناش. بصي يا دينا، هو انا الصراحه بحب الرسم، بس نفسي اكون يكون عندي صوت، بس ما بايظ بايظ خالص. لا اسمعه بعد الحلقه. هنسمع بعد الحلقه. بكده انتوا تكونوا عرفتوا احنا حلقتنا بتتكلم عن ايه. احنا حلقتنا بتتكلم عن مواهب. النهارده احنا معانا مواهب، يعني حاجات كده كتاكيت اطفال صغننه كده يجننوا. انا مش هعرفكم ولا هبدا اتكلم ولا هقول لكم حاجه عنها، انا هسيبهم هم بقى يعرفوكم بنفسهم. ونبدا باول موهبه، كارما قولي لي اسمك ايه وايه موهبتك. اديها المايك. اسمي الفنانه كارما. بتعملي ايه يا كارما؟ بعمل الشادية والشحرورة والفراشة. انا سمعت انك بتغني وتمثلي. بعمل الشادية والفراشة والشحرورة. برافو برافو يا كارما. طب ادي لجنى. اسمك ايه وعندك كام سنه؟ انا اسمي جنى محمد وعندي 12 سنه. وبتعملي ايه؟ بتغني ولا بتعملي في حاجه غير الغنى، ولا موهبتك بس الغنى؟ لا موهبتي الغنى. ماشي يا جنى. ادي كارما. ازيك يا كارما؟ يا كارما امسكي المايك، عايز اعرف اسمك ايه. قولي اسمك ايه. يلا عندك كام سنه؟ طب اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ كارما. عندك كام سنه؟ عندك كام؟ 3 ولا عندك 3؟ انت بتعرفي تعملي ايه يا كارما؟ كارو تعرفي تعملي ايه؟ بتعرفي ترقصي صح؟ كارما بتجاوب عنها. ايوه انا عارفه. انا عارفه ان انت بتعرفي ترقصي. طب كارما، كارو بصي لي، استنى هنا، انت بتعملي ايه؟ ايه؟ طيب هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج بنتين على الهوا، ونكمل بقى مع بقيه المواهب الصغننين. هيا كارما هتسمعينا ايه؟ ماشي بستاني. ماشي يلا قولي. بستاني يا بستاني يا منور وخلاني، فرحني وسعني وغنيني افرح اما اقول ياني اياني وي اياني بالفرحة اللي وعداني اياني وي اياني بالفرحة اللي وعداني احلف لك يا روح قلبي طول ما انت هنا جنبي احلف لك يا روح قلبي طول ما انت هنا جنبي مطلوب اي شيء تاني جابولي حريم هندي قولولي حجاب هندي وقلهم مفيش عندي اغلى مني لهناني اياني عروس ودلاب مكسور اياني دهن بكي ودلاب حمام مكسور ولا اشرم بحلم بيه من نستن حوالين بيه وده عشان بحلم بيه من نستن حوالين بيه وكفاية هلا جلبان ومعايا الحبيب فيه بستاني يا بستاني يا منور مخلاني فرحني وسعني وغنيني افرح اما اقول ياني.
برافو يا كارمن بجد. ايه الحلاوه دي بجد؟ طب ماشي، هنسمع اغاني تاني بس مش دلوقتي، نسمع الاول جنى نرجع لك تاني ممكن؟ ماشي. هي جنى هتسمعينا ايه؟ اغني اغنيه الف ليله بتاعت بس عرفينا بنفسك الاول يا جنى، انت في سنه كام وعندك كام سنه؟ في سنه اولى اعدادي. عندك كام سنه؟ 12. 12 ما شاء الله. انت الغنى بقى اتعلمتيه فين، ولا انت في البيت كده مع البيت تغني؟ لا اتعلمت اول ما مسكت المصحف وانا صغيره، كنت بقرا القران فصوتي اتحسن وبقى صوتي حلو، بعد كده بدانا بالاغاني. ماشي طيب غني، يلا هتغني ايه؟ هغني اغنيه الف ليله بتاعت ام كلثوم. ماشي سامعين. يا حبيبي يا حبيبي، والليل والسماء ونجومه وقمره قمره سهره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا. والهوى منه الهوى، والهوى منه الهوى، منه الهوى، منه الهوى، سهران الهوى يا سنين الهنا، ونقول للهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي 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 تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، تعالي 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 تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، لكل العمر هو العمر في غير ليلة، زي الليلة زي الليلة، ليلة زي الليلة. الله برافو 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 برافو، جنني يا زين. كارو ايه مش هترقصي؟ هنشغل اغنيه بقى يا كارو عشان نرقص عليها، ايه رايك؟ هترقصي؟ لا هي كارو. هي كارو انت ماشي، ما احنا هنجيلك دلوقتي برضو وانت ترقصي شويه ترجع لك. ماشي يا كارو. كارو هنشغل اغنيه يلا عشان نرقص عليها. هترقصي ولا هتعملي ايه؟ كارو خدي المايك كده كلمينا. هي خليها ماسكاها عشان ايه هتقدمي ايه؟ شغليهم شغلوا اغنيه. طب شغلوا اغنيه؟ شغل اغنيه طيب؟ اغنيه تاني. هيا كارو هترقصي؟ يلا 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 يا كارو، يلا انت بترقصي ازاي؟ يلا برافو. برافو
نرجع بقى ليكي يا كارما، انت هتعملي لنا ايه؟ خدي المايك، خدي الاول المايك وقولي لنا هتقدمي ايه. برقص. هترقصي على ايه؟ هتغني ايه؟ اغني. اه انا اغني، انا بغني، اغني يا ورد في الصحبه. يا ورد في الصحبه، ماشي خلاص غني. يا ورد في الصحبة يا لالي، يا ورد في الصحبة يا لالي، بنور في القعدة تملي، يا صحبة جاية ايه يا لالي، عزيز شوية ايه يا لالي، هنمل ايه ايه يا لالي، حبطان على عين ادرى لالي، الحلوة جاي ولا جاشي، الحلوة جاي ولا جاشي، بقيت أكلم راحي وأنا ماشي، بقيت أكلم راحي وأنا ماشي، الحلوة جاي ولا جاشي، الحلوة جاي ولا جاشي، بقيت أكلم راحي وأنا ماشي، بقيت أكلم راحي وأنا ماشي، هي القاسية شوية عليا يا صاحبة جاية، عايزين شوية هدم لهي، حبطان على عين أدرى لالي، يا أنا قوي يقول معلش، يا أنا قوي يقول معلش، أوري زي الناس مشي، أوري زي الناس مشي، يا أنا قوي يقول معلش، يا أنا قوي يقول معلش، أوري زي الناس مشي، أوري زي الناس مشي، هي القاسية شوية عليا صاحبة جاية، عايزين شوية ايه يا لالي، أدم لا هي ايه يا لالي، حبطان على العين أدرار لالي. برافو برافو يا كارو. انتي جنى، هي جنى هتغني لنا ايه تاني؟ ماشي غني. والله لن انسى مسجدنا الاقصى، وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رب يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصر، وشجرة الزيتون بغصن الحنون تبكي على الشهداء أرضنا الحرة، يا روعة النفس علي يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، وحطموا الأوثان بصخبة الطغيان، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا بصخبة الطغيان، هيهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي، هيا عيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. برافو يا سنة، ما شاء الله. طيب ما شاء الله، برافو برافو برافو. نختم بقى. بصي يا كارما، انا عارفه انك انت هتمثلي مشهد، تعالي نمثله انا وانت، ماشي، ونختم بيه. ماشي، يلا خدي المايك كده ويلا نمثل المشهد. حافظه؟ يلا. انهي واحد قولي لي؟ اه بتاع الفراش، عارفه؟ ماشي، انا يلا يلا مسكي في المايك. هي انا اللي ابدا ولا انت؟ مش انت المفروض؟ حافظه؟ يلا قولي. لا هي. قولي يلا. ماما ماما ممكن اعرف كده شويه عشان سيد عليه البيت؟ حبيبتي انت لسه صغيره، اوعدك اول لما تجربي، اول ما تكبري هنزلك على طول. ايه اتفقنا؟ انت هتقولي ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ صح؟ ايه الظن ده يا ربي؟ هو كل شويه تقولي انت صغيره
طيب انا حلاوتك من الغيارة. الله، ايه الارض الجميله دي والارض الخضراء والشمس دافيه والهواء الجميل. اسمك ايه؟ انا اسمي ورده. اها، وانا اسمي فراشه. انت اسمك فراشه؟ اه. شميني كده، انا ريحتي حلوه. انا اجمل منك، انا عندي الجناحات وبتحرك في كل مكان. انا انت ساكته في مكانك، انت ما تقدريش تعيشي من غيري خالص. على فكره يا ورده، الناس بتخافوك ويحطوك على البلفاز. برافو يا كرم، برافو برافو برافو. هنطلع لفاصل بسيط وهنرجع لكم مع مواهب احلى ان شاء الله. اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون.
بحلالي بصيلي بحسب له عديلي بحلالي 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 بصيلي من طرف القلق من راسي بخنق بشوف عيني لا تعدل تعدلي بحلالي 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 بصيلي من كنت مش غبي احلى مطلبي وتقولي والنبي غنم ممثلي بحلالي 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 بصيلي يا حلاوة عالكلكت من راجل او من ست يا حلاولة يا حلاولة يا حلاولة عالكلكت الرجالة ارض يدقوا يا حلاوة يا حلاوة وحنا الكعب يدقوا دقوا يلا وحنا الكعب يدقوا دقوا يا حلاوة يا حلاوة ماما يا ماما وخاف من بقوا تفنى انتخنى انتخنى انتخ يا حلاوة عالكلكت من راجل او من ست يا حلاولة يا حلاولة يا حلاولة عالكلكت والله لن انسى مجيدنا انا عندي 5 سنين انا في كيجي انا مصريه انا جبت لبس جديد وعيت مع مامي وبابي انا فرحانه جدا انا فرحانه جدا انا فرحانه انا فلسطينيه انا مش مبسوطه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالنا الحلوين يا رب تكونوا بخير يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب برافو برافو يا كيدي دي أول موهبة معنا ما شاء الله موهبتها التمثيل وهي بتحب تقدم جدا معنا دلوقتي برضو ده إياد إياد عرفنا بنفسك خد المايك وعرفنا بنفسك وعندك كم سنة انا اياد عندي 7 سنين و وين بتحب تعمل ايه يا اياد ارسم برافو بتعمل تحب تعمل حاجه تاني اتمرن سباحه وكونغ فو شاطر برافو عليك يا اياد ادي البتاع لمعتز المايك لمعتز معاذ ازيك يا معاذ معلش انا معتز زي ما معلش عامل ايه يا معي؟ الحمد لله تعرف تعمل ايه بقى قرب المايك الليله انت عندك الاول كام سنه انا عندي 8 سنين وانا في ثالثه تاني ثانوي وانا موهبتي الغنى واعرف ارسم برافو عليك انا هغني لكم محمد نبينا طب غنيها يلا محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة بنصلى صلاته نتحلى بصفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفعله في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة التمام والحبيب مسك الختام
وبحياتي وبصلاتي بدا اصلي وراه. برافو يا معاذ. اياد بقى ورينا الرسومات كده اللي معاك. انا عارفه انك بترسم حاجات حلوه و... يلا ورينا كل رسمه كده واشرح لنا. ادي المايك كده لمعاذ وخلي امسكه له يا معاذ. ماشي وانت يلا بقى, بقى امسك السكتش وورينا بقى ده ايه. ده كان الرسمه رسمتها وقربها من بقه. قرب معاذ قرب المايك من بق اياد. وعملتها بالشمع ومن ورا ارفعها كده يا اياد. ارفع الرسمه كده. ايوه برافو عليك. برافو. لا هنا وريها لي هنا كده. ايوه برافو. ده ايه بقى؟ ده واحد اسمه فريد في الكرتون, اقوى واحد في الكرتون. انت بتحبي ترسم شخصيات كرتون بس؟ اه. ما بترسمش شخصيات حقيقيه؟ لا لسه. ما رسمتش نفسك قبل كده؟ بعض. طب اخدت كورسات او حاجه تتعلم ولا لا؟ لا فتحت الموبايل او الكمبيوتر وقعدت اجيب. قرب له المايك. قرب المايك. قرب المايك. وبرسم عليها. برافو عليك. ورينا ايه تاني. وده كان واحد في الكرتون. انا عارفه. كان واحد بيقاتل الاشرار عشان يحمي. وريهولنا كده ثبته. الكرتون. ايوه كده. عشان يحمي كوكبه اللي في الكرتون. ايوه. وهو بطل الكرتون. برافو عليه. هو كمان بطل. كلهم ابطال. انت بترسمش غير ابطال بس صح؟ شاطر. ورينا ايه تاني. وده واحد اسمه ناروتو. وريهولنا كده ثبته. ايوه. نينجا عنده مهارات نينجا وكان برضه بطل الكرتون. بقى كلهم ابطال. ايوه. برافو. وبعدين هو بقى عنده نجوم نينجا واسلحه بيقاتل بيها عشان وهو كان عايز يواجه ناس كده عشان ياخد المخطوط عشان يكون اقوى واحد في الكرتون. برافو يا اياد. كل رسوماتك حلوه على فكره. معاك تاني؟ معاك ايه تاني؟ يلا ورينا بسرعه. وده كان اسمه نمر. كان برضو بطل كرتون. لا مش بطل كرتون. صديق بطل الكرتون. ايه ده اخيرا مفيش بطل. طيب ورينا اللي بعده بقى. مين تاني؟ انا شايفه حاجه حلوه. من الاقزام السبعه. بحبه انا ده. وانا بس مش عارفه اسمه ايه. ده اسمه ايه؟ عارف اسمه ايه؟ لا مش عارفه. برضه انا كمان مش عارفه. تذكرته قديم انا مش فاكره. ما هو قديم فعلا. وكان واحد عجوز منهم. كان واحد عجوز منهم. برافو. اللي بعده ايه؟ حط له المايك يا معاذ. ده واحد اسمه فين. ايوه. كان في كرتون فين وجيك. كان من مغامره. وده كان سل. كان عدو اياد بيحب قوي يا مدينة يرسم الراجل ده. وكان ابطال. هو عايش معانا. هو عايش مع الابطال وخصوصا ابطال يعني مفيش. برافو عليك. اخيرا لا ده عدو. ورينا عدو. واحد اسمه جيرن. كان في بطوله كده. في بطولة كده كلهم بيواجهوا بعض. وده اسمه بلمود مهرش كده. عنده ضربات مدمرة وفي الكرتون برضه. برافو يا ايه. برافو عليك. بس برافو. هي الشخصيات كلها عنيفة مفيش حاجة طيبة. مفيش شخصية طيبة. مين ده؟ ده الكرتون اللي انا رسمته بس ده اقوى هنا لما كبر بقى. ده لما كبر. هو اياد بيحب يرسم شخصيات ابطال الكرتون كلها. برافو عليك. برافو يا اياد. انت اخدت كورسات يا اياد؟ ما اخدتش بس. قرب له المايك يا معاذ. ما اخدتش بس قعدت اجيب من على النت صح؟ من صور وكده علشان ورسمتها؟ نرسمها. برافو عليك. ده واحد اسمه فيروس. كان قوي كده وكان يقدر يهزم. طب احنا هنشوف الباقي بس نشوف كادي. هنروح لكادي شويه. هنروح لكادي شويه ونرجع لك تاني نشوف الباقي عشان انت شكل معاك حاجات كتير. هيا كادي بتعملي ايه تاني بقى؟ عرفيني. هتعملي لنا ايه تاني بقى؟ انت قلتي لي في مفاجآت كتير. في مفاجأة انا مستنيها. عايزة بقى هتعملي ايه المفاجأة التانية؟ في كده اللي هو الست الغلبانة دي العجوزة. انا ممكن بس لازم اقفي ده. اقفي ماشي مفيش مشكلة. لا امسكي المايك لازم لازم. قربي المايك من بقك وقولي. لا هنا 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 هنا
اوقفي هنا بس. انا ست بصي غلبانة. بصي بقى بصي هنا للكاميرا. هو برضه هو في عياط برضه وده. طيب ماشي بصي للكاميرا وقدمي للكاميرا بس كده. خليكي واقفه كده بقى ما تتحركيش. ماشي ماشي. انا ست غلبانه ماشيه في الشارع. انا اولادي رموني في الشارع هنا انا عايشه فيه عشان ياخدوا مني الشقه. معيش اكل ولا شرب وجوزي مات. يا رب ارضاني يا رب. يا رب ارضاني يا رب. يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب. السيسي 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 رئيسي السيسي رئيسي. السيسي ده رئيسي. السيسي ده قلبي. شايف قلبي كده ده بقى قلبي. انت كده قلبي. شكرا. برافو يا كده. هتغني ولا هتقدمي شعر؟ في شعر برضو وفي اغاني برضو بس هقول الشعر الاول. طيب يلا. الشعر ده اللي هو ايه تحفه الاطفال. الشعر ده عن شيخنا المهيدي الكمالي. ماشي قولي يلا. هقوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطفالنا الحلوين يا رب تكونوا بخير. تعالوا نقول الشعر ده مع بعض اللي هو عن شيخنا المهيدي الكمالي. ياكل راضي رحماتي الغفوري دوما سليمان وهو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفيت الأطفال عن شيخنا المهيز الكمالي. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. النون إن تسكن والتنوين أربع أحكام فاستبيني. فالأول إظهار قبل أحرفي للحلق ست رتابت فلتعريفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني ادغام بستات اتات في يرملون عندهم كالصبتات. برافو برافو برافو. احنا هنروح لمعاذ بقى. لا بس احنا معلش يا دينا وقت الفقره انتهى. معلش والله يا معاذ. ماشي هنطلع لفاصل ونرجع لكم بعد فاصل. استنونا. We'll be right back.
الفاصل لسه رجعنا لكم من الفاصل هنكمل حلقة. لسه مكملين حلقتنا. ورجعنا لكم من الفاصل. ورجعنا لكم من الفاصل ومكملين حلقتنا إن شاء الله مع بقية المواهب. ومعانا سندس. إزيك يا سندس؟ سجدة. إزيك يا سجدة؟ اسمي سجدة وائل، عندي 9 سنين، هقدم لكم رسمي. ماشي، بس الأول نتعرف بسندس. إزيك يا سندس؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ أنا عرفت إن أنت هتبدأي ترسمي لنا دلوقتي. ماشي، تبدأي بقى يلا رسم عشان الوقت. ماشي؟ ماشي. يلا يا سجدة وأنت كمان ورينا رسوماتك. يلا ابدأي يا سندس. ارسمي يلا لحد ما يتخلص. ايدي؟ دي ايدي بقى، اشرحي لنا كل رسمة عبارة عن ايه؟ ده مهرج؟ ايه؟ مهرج؟ علي صوتك شوية، علي صوتك. ده باليوتيو؟ اه. أنا اللي رسمة؟ وده فيل؟ وهنا مركب؟ اه حلو. اه بسرعة شوية يا سندس عشان نخلص الرسمة. دي ايه ده بقى؟ استني استني بس، ده ايه ده؟ انت عمالة تقلبي بسرعة. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بيت بس ايه اللي فوق البيت ده؟ ايه؟ اه انت بيت يعني انت دي شجرة ولا ده الوان بس كده؟ انت جاتلك منين الفكرة ده؟ دي فكرة ايه؟ يعني ايه اللي انت تخيلتيه وخلاكي ترسمي كده؟ اه يعني سقف جديد، يعني شكل جديد، ديكور جديد. برافو بجد. برافو عليك. ودي بنت، وايه اللي معاها واقف الناحيه الثانيه؟ انا كنت هحاول ارسم بنت بس ما عرفتش. البنت بس. اه وايه ده؟ دي ايه؟ ده مطر ولا دي ايه؟ ارفعيها. ايوه. وهي البنت في حاجه هي لابساها او حطها كده عشان ايه ده؟ ده المطر نزل عليها ودي الشمسيه صح؟ اه. حلو. طب هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم مره تانية بمواهبنا الحلوين. معانا ماهر. ازيك يا ماهر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انت بتعمل ايه بقى يا ماهر؟ ايه الموهبة اللي عندك؟ انا برسم وبلعب كرة قدم وبحب امثل. تحب تمثل؟ طب قرب المايك. هتقدم ايه دلوقتي؟ قرب المايك كده. اه هتقدم ايه دلوقتي؟ انا هقلد. حط المايك كده. ايوه. أوه. بس اه انا هقلد الزعيم عادل امام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة لقطة المحكمة لما خد الكاكاو. طب يلا. طب بينا. طب هقلد في اولها وفي اخرها. طب يلا. طب بينا. قوم يلا. كاكاكولا ساعة. قرب المايك. قرب المايك منك. اعملها انا عادي وخلاص. طيب ماشي اعمل. ماشي يلا. كوكاكولا. قرب المايك. كوكاكولا ساعة ساعة. اه كنت عاوزة سخنة بس اشربها برضو. الحمد لله اللي جاي قد كده. امسك. ايه ده يا سيد؟ ايه يا عم عادي؟ قرب المايك يا ماهر عشان صوتك مش بيطلع. لازم يبقى كده. لازم يبقى كده. ايوه. بس حرك ايدك الثانيه بقى. حرك ايدك الثانيه كانها دي كوكا كولا. يلا كمل. كوكا كولا ساعه ساعه. اه كنت عاوزه السخنه بس اشربها برضو. الحمد لله اللي جه على قد كده. امسك. ايه ده يا عم عابد؟ قرب يا ماهر. ودي يا عم عابد احنا اخوات رزق. طب ساجده امسكي له المايك. امسكي له المايك وهو يكمل. أوه. بس كده. رزق يجي لك حطه في جيبك يا اختي شيبه. فين الباقي بقى؟ انت بتاخد كام؟ بلاوي. تلاقيهم بقى هما بياخدوا بلاوي زرقاء. لكن انت اللي بتاكل نص وتنضف وبتعمل كل حاجة. اه بس انت اللي مدلعهم بصراحة. هما قاعدين كل ده عشان واحد بتاع وانت من غير بتاع. انا عاوزك تروح تأجر سعادة بالشرط تدغدغ المحكمة دي او بالعيل والطوب على الإزاز بقى. ده ما تجيش ليه؟ مش ده ما تجي؟ ده بابا هناك. هناك فين؟ بس انت مالكش دعوه روح واسال وخلاص. ده اول مشهد. برافو عليك يا ماهر. برافو عليك. برافو. نرجع لسندس بقى.
سندس انت هتورينا رسومات صح؟ فرجينا بقى سندس على الرسومات وقولي لنا انت عندك كام سنه؟ عندي 6 عندي 5 سنين. انت أيوة. في سنه كام بقى؟ انت دخلتي المدرسه ولا لسه؟ لسه صغننه؟ وتورينا رسومات. لا كبرت شويه. روحتي الحضانه طيب؟ بروح الحضانه بس ما بقيناش نروح عشان كنا بنروح للمهندسه. طيب فرجينا بقى على الرسومات الحلوه بتاعتك، انا شايفه حاجات حلوه قوي معاكي. ايه ده؟ ورينا. طلعيها كده وريها الكاميرا. ارفعيها كده قدام الكاميرا. كده؟ ارفعيها كده اهو. لفيها كده. ايوه لفيها. برافو. ايه دي بقى؟ دي سحابه ومعاها مكن وموكا. قربي لها المايك. طيب ماشي قلبي. قلبي. هاتي الرسمه اللي بعدها. بعد كده. انت بتحبي ايه؟ دي ايه بقى؟ ورده. برافو برافو عليكي. الفراشات دي تبعك انت اللي رسمه الفراشات اللي هنا دي. في الكراسه الثانيه. الكراسه الثانيه اهي دي. مين رسم الفراشات الحلوه دي؟ الميس كاتبه ديت وكاتبه ديت وانا كاتبه ديت وهي برده كاتبه ديت. طب وريها لنا كده، عدليها وريها لنا. حلوه جميله. برافو يا سندس. برافو عليكي. برافو. ساجده انت بتعرفي تغني صح؟ وهتغني لنا اغنيه. غني يلا، احنا عايزين نسمع حاجه منك. يا خالة قمر ياللي عجينك قمر ياللي قومي قرصي ياللي واساعدك فيه ياللي اديني رغيف ياللي ابيض ونضيف ياللي قومي اخبزي ياللي كسلانه ليه. يا خالة قمر ياللي عجينك قمر ياللي قومي قرصي ياللي واساعدك فيه ياللي اديني رغيف ياللي ابيض يا دونديف ياللي قومي اخبزي ياللي كسلانه ليه. يا خلا قمر ياللي وحشاني ضميني تاني في جناح حناني راح فين زمانك زعلانه مني كان غصب عني وانا اعمل ايه. برافو 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 برافو. نشوف بقى ماهر وورينا الرسومات بقى بتاعتك. انا عايزه اقول لك على حاجه، للاسف وقت الحلقه خلص. طب هو يورينا بس رسومات. ورينا الرسومات بسرعه كده اللي معاك. بسرعه ورينا إيه واحده كمان. ودي تاني رسمه كنت راسمها. برافو يا ماهر. برافو بجد، انتوا كلكم اتجننوا ما شاء الله. معلش والله يعني وقت الحلقه قصير، بس ان شاء الله هتبقوا معانا في حلقات تانية، وان شاء الله مش هتبقى اول واخر مره باذن الله. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون انتهت حلقتنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه تانية. الى اللقاء.